اخر فقره من فقرات حلقتنا النباتيه جدا مع ضيفنا شريف. حلقه كلها مشروم في مشروم في مشروم. فعلا المشروم بيدي طعم اللحمه، اقرب حاجه بتدي طعم اللحمه، فلو احنا بنتكلم على البروتينات النباتيه يبقى المشروم. عملنا النهارده مشروم اسكندراني، وعملنا فاهيتا، وعملنا مشروم بروفنسال على الطريقه الفرنساوي، واخر حاجه سلطه جرجير بالمشروم. انتوا كلتوا كتير بقى وتقلتوا في الاكل، يعني اكلنا لا اكله ده يعني مش اكتر من كده يعني. هنعمل بقى سلطه، وسلطه برضو سهله جدا. الجرجير، والجرجير دي حاجه الواحد بيحترمها قوي، يعني من الخضار اللي لازم نحترمه، وده برضو من بالظبط ما ده هقول لك برضو، ودي برضو من نعم ربنا على البلد دي اللي احنا في حاجات ما بنحسش بيها بجد. انت سافرت بره كتير، انا عارفه ان انت سافرت كتير. ايطاليا مشهورين قوي بالجرجير، بيموتوا فيه، بس الجرجير الايطالي مش زي ده، هم هنا هو بيسموه افرانجي. اما الحته الاخرانيه اللسعه دي مش موجوده غير في الجرجير المصري. الحته الاخرانيه دي مش موجوده غير عندنا احنا. بس هم طبعا بيستعملوه استعمال، يعني حتى على البيتزا بيحطوه. الفكره ان حاجتنا حلوه قوي، واحنا بجد مش بنكتشف يعني، بس اللي سافر بره هو اللي يقدر يحس قد ايه خضارنا حلو وفاكهتنا حلوه ولحمتنا حلوه. بس انا مش بقطعه على فكره، انا بس باخد الرز بتاعته وبسيب السيقان، مش مفروض ان هو يتقطع رفيع ولا ناعم. وحايد. يعني لو واحد عنده خلق يقعد يعمله بايده هيبقى احسن بكتير. انت يعني عايز اللي عنده خلق ده هيفضل يشيل العين يقرطفه زي يعيش ان هو ملوخيه كده ويقعد يقرطف بقى مع نفسه. بس عشان ايه؟ عشان الوقت مش هقعد اعمل لك ملوخيه هنا. ده كل ده على فكره ما فيهوش حاجه، هو بس ما ينفعش كل ده يتخرط في سلطه اخرى. في سلطه في يعني تاني يوم في سلطه عاديه يتحط، بس دي عايزه الورق بس. مشروم فريش بقى، يعني ده ملهاش حل خالص. في ناس مش عارفه ان المشروم بيتاكل فريش، في ناس يعني المشروم الفريش بقى في السلطه مهم جدا. في البيتزا مهم جدا على فكره. انا كنت من الناس اللي ملهاش في المشروم خالص، يعني انا راجل بياكل لحمه وبيحب اللحمه. وبعدين جربت بقى موضوع المشروم ده. بس انت دلوقتي ليك في المشروم ونص، انت بتستعمله كتير قوي. بقى يعني عارفه ايه بقى بديل، يعني انا اكلت من ايديك مشروم كتير قوي. بديل ممتع، وفي حاجات كتيره قوي ما بيعترضش عليها خالص. لا، وهو كمان علشان ملوش، هو ليه تكستشر او قوام حلو لكن ملوش طعم، فبيقبل بياخد اي طعم تحطه عليه يقبل. حط مستردة يقبل، تحط طماطم يقبل. انا فاكر سفنجة. هو سفنجة، هو زي فعلا ده سفنجة، بس انت وشطارتك. بس تشربوا شوربه حلوه يعني. سفنجة تبقى شوربه حاجه لطيفه. ده يا جماعه انا عشان اوفر عليكم بس الوقت، بس هو الفكره كلها ان انا جبت دي وقشرتها، ولا مسحتها ولا غسلتها ولا القصص اللي ايه. طب ورينا في واحده تانية علشان اعمل لي واحده تانية كده، عشان الموضوع ان هي لما بتقعد يوم بس بتسود. لا لما بتبيت يوم في الثلاجه بتطلع القشره في ايدك في ثانيه، ولا تحتاج تمسح. هو طبعا المفروض الطبيعي انك بتمسح المشروم، بس ما هو التقشير انضف. طب ما انت التقشير خلاص عشان اضمن بكتير. وطبعا زي ما انتم شايفين بالعكس انا بحس ان التقشير انضف، بس هو بياخد وقت اكتر، فهو محتاج يعني بالعكس ده الطف. بس انا مش باثق قوي في انك تمسحيها، وانا ما بثقش في المسح. التقشير بحسه مضمون اكتر كنظافه يعني. بالظبط كده يعني، في الاضمن. وانت بالنسبه لك هو بس عيبه انه محتاج حد عنده طوله بال يعني، عشان واحده بالزبط. واحده يفوت يقشرها، فمحتاج طوله بال يعني. او بقى يعمل كده ان هو يحط بقى كوم قدامه يقعد يقشر فيه، وبعد كده يشتغل براحته بقى، توفيرا للوقت بس مش اكتر. انا بقطعه بس مش ما بحبش اقطع رفيع قوي، بحس ان ايه لو ما فيهوش لحمه يعني طعمه مش بيبان زي اي حاجه رفيعه بزياده. انا يا جماعه ايه معلش بظبطه شويه عشان الالوان بس. شويه طماطم، تشيري توميتو، يفضل ان تبقى تشيري، بلاش حكايه الطماطم العاديه، لان الطماطم العاديه هتضطر تقطعيها وهتعصر هتبلبله. انت مش محتاجه لكده. وبياخد عين جمل. مفيش عين جمل،
ولكنك واخد بالك. اكن الوصف ما فيهاش هنجم. اكن الوصف ما فيهاش هنجم. اخر حاجه بنحطها بقى الجبنه. دي بارميزان بس برضو زي ما اللي موجود. الـ 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 البارميزان دي اللي هي الجبنه الرومي بتاعتنا. بس ايه؟ معتقه شويه. طعمتها اجمد شويه. فلو جبت جبنه رومي جديده هتديك اللي انت عايزه. يعني ما تركزش قوي على الجبنه الرومي المعتقه الجميله اللي انت بتحبها وتاكلها مع العيش البلدي. لا خليك في ان انت مش هتاكلها مع العيش البلدي، هتطلع كده. وهي الوصفه كريم الاصليه. كريم انت يا شريف. الوصفه الاصليه بتاعتها بتبقى مش مبشوره. شيفد كده. شيفد بتبقى محلوقه. محلوقه. عشان تبقى كلها مظبوط يعني. هي كده مفيش حاجه تانية فيها خالص السلطه غير فاضل بس الدريسنج. الاساسي بتاعها السلطه بلسمك فينيجر. خلي بلسم بس البلسمك فينيجر مش كل الناس عندهم في البيت ومفيش داعي انك تروح تشتري ازازه عشان تستعملي نقطتين للسلطه لو انت ما بتستعملش. لا وبعدين انت هتقولي عين جمل وبعدين بارمجان وبعدين بلسمك تبقى زودتها. بصي هي يبقى انت حرمت الميزانيات كلها. بصي هي كميزانيه لا هي مش من السلطات اللي هي ميزانيتها مريحه. لكن انا بستعيد عنها بقى بعمل فينيجرات اللي هي المستردة. صوص مستردة وزيت وخل وشويه ملح وخلاص على كده. وده على فكره صوص بيليق قوي مع كتير قوي من السلطات. هو المستردة بتليق مع كل حاجه وبتربط الزيت بتخلي الزيت يربط اوام يتخن ويتكثف وابن حلال وما بيشتكيش منك وبيدي الطعمه اللي انت عايزاها. زيتنا انا عايز بس نقطه خل صغيره. خل اهو. الطبيعي انك تفضلي تحطي الزيت زي الخط وتفضلي تلفي فيه بس انا مش هوجع دماغي قوي بالموضوع ده ومش هوجع دماغكم. لفوا على طول. طبعا كتر؟ لا ما كترش سنه بس مش قوي. يا ست البيت بقى في اللذيذ بقى تعمل زي ما انا بعمل. تجيب اي برطمان قديم بتاع اي صلصه وتحط الحاجات دي كلها وتفضل تعمله كده بايدها تهزه كويس اكنه خلاط هيبقى زي الفل هيبقى احسن من ده 100 مره. وبعد كده ترمي البرطمان وخلاص تخلص نفسها. فكره برضه. لا لما الواحد لازم يشغل نفسه مش هيقعد كل حاجه يعمل لها عده يعني. انت عايز زيت تاني؟ لسه هقول لك انت عايز زيت تاني؟ لان كده سيبني انا هنزله لك هحاول انزله خط. اشتغل يعني وانا اشتغل واشتغل اشتغل. ده اللي بيقولوا عليه في اللغه العربيه الفصحى مستحلب. انفع فطبعا انفع انا انفع بلاش احساس ان انت نفسك تبقي مساعد دي وتخلعي من ان انت تبقي الشيف. احط بس مش عايزه تخف قوي برضه عشان ما تسقطش بسرعه. كفايه يعني انا مش هحطها كلها انا هحطها بالملعقه. رشه ملح بايديك بقى. لا ما بايديك ملح ما بيظبطش غير لما الواحد يحطه بايديه بيحس بيه. انا ما بعرفش اظبط بمعلقه الملح. لما انا كل مره احط الملح بمعلقه ما يظبطش معايا بايديا بحس بالظبط انا في ايديا قد ايه. حاجه بسيطه بس. كنت من وانا صغيره كنت بشوف جدتي دايما تاخد الملح بايديها كده وترش فلقيت عندها حق. وفي شيفات كده لزاز كمان بيحب بعد كده يطير في الهواء وهو شغال يعني عارفه شوهات كده. بس حط بقى بالملعقة. لا انت اللي هتحط انا ما العبش في اكله غير. انا اكل اكله غير. ايوه الاكله مسؤوليه. الاكله مسؤوليه طبعا ونفسين في اكله تبوظ يعني هو نفس واحد في الاكل. انا برضو دايما مصدقه ان لو اتنين كملوا او واحد كمل على التاني ما تظبطش الاكل. هتطلع حاجه ثالثه. هتطلع حاجه ثالثه. بصوا يا جماعه الدريسنج ده كمان مزاج يعني يفضل دايما لما تقدموه جنبها يعني يفضل شويه على السايد ما تقلش. بتحب قليل فانتوا بس بتحطوا شويه وبعد كده بتقدموا جنبه الصوص ده. شكرا. عفوا يا فندم. انستنا وشرفتنا. كله مشروم وانتوا طيبين. ونورتنا. وكل سنه وانت طيب. ونشوف بعض على لحمه بعد كده. نشوف بعض على لحمه.
قريبا قريبا يا جماعه عندنا جزار، ضيفنا هيكون مش شريف بقى، ضيفنا هيكون جزار وهيشرح لنا بالظبط بالظبط قطعيات اللحمه وازاي القطعيه الرخيصه قبل الغاليه نعرف نشغلها ونطلع منها لحمه حلوه، حلوه وهي قطعيه فخمه وحلوه كمان من قطعيه اي كلام. اشوفكم بقى ان شاء الله في حلقه جديده من عيش وملح قريب، وميرسي يا شريف. ميرسي يا ميك. Thank you.